والله في البداية حاب أشكر الأيام وأشكر إدارة الأيام على هذا المعرض الجميل. طبعا أبارك لكل خريجينا من المدارس، أبارك لأولياء الأمور، وأبارك للنتاج المبهرة اللي أظهروها السنة هذه. فالأيام لما تقوم بدور من هذا القبيل فعلا دور ريادي، دور كبير ينفع الطلبة وينفع أولياء الأمور. أنا أعتقد وجود الجامعات كلهم تحت سقف واحد شيء مهم وحضاري وينفع المجتمع البحريني. يسعدنا كلية البحرين الجامعية أن نشارك في معرض الأيام، هذه فرصة حلوة للطلبة الخريجين المتفوقين بيحصلون على أفضل الاختيارات من جميع الجامعات في البحرين. باسم جامعة المملكة نشكر جريدة الأيام على المعرض الطيب، وهي شيء مو بغريب عليهم، ما شاء الله عليهم كل سنة وإن شاء الله السنوات الجاية. وثاني شيء نبارك حق الخريجين والخريجات، وإحنا متواجدين هنا كجامعة إن شاء الله وعندنا عروض حق الخريجين إن شاء الله المتفوقين. السلام عليكم، معكم شهد بلوشي من الجامعة الأمريكية في البحرين، وإحنا اليوم متواجدين في حفل استقبال المتفوقين في مقر الأيام، وسعيدين جدا بتمثيلنا حق الجامعة ونتمنى توفيق للجميع. مشكورين جريدة الأيام على الاستضافة الرائعة، وحياكم الله في الجامعة الأهلية. طبعا الجامعة الأهلية أول جامعة خاصة في مملكة البحرين مرخصة بالتعليم العالي البحريني، وحياكم وتشرفونا. نبارك لخريجين الثانوية العامة نجاحهم وتفوقهم في امتحانات الثانوية، وإحنا سعيدين بتواجدنا في معرض الأيام. الجامعة أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين بالتسجيل للجامعة، وبإمكانهم التواصل معنا لأي استفسارات على رقم الواتساب 666-33-770، ونتمنى للجميع التوفيق. إحنا اليوم شاركنا في معرض الأيام حق الجامعات عشان نراوي أن سالفورد NBUB is one university، ويونا وايد طلاب وكانوا وايد مستنسين from our feedback، وتعرفوا عن جامعتنا أكثر، عطيناهم وايد معلومات وحبينا مشاركتنا يعني في المعرض هالسنة.